بيروت تتحول إلى مدينة أشباح. مرحبا، أنا بشرى مراسلة واضح بلبنان. بما أنه عدد المصابين بفيروس كورونا صار كتير مرتفع والمستشفيات وضع مزري والطوائم الطبية مرهقة، كان لابد من إغلاق البلد. كرمال هيك أعلنت التعبئة العامة بلبنان. أنا وياكم اليوم رح نجول على المناطق ببيروت والشوارع ونشوفها بظل الكورونا. هلا أنا وياكم رح نروح على عدة مناطق ببيروت. رح نروح على الروشة، صديكو، عين المريسة، أشرفية، حمرة. هيدي المناطق اللي كانت معروفة بعجقة السير والحياة، هلا رح نشوفها سوا كيفية. بتكبوا القدرة بتسمعوا رنتها. فعلا هيدا الوضع بشوارع بيروت. بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بلبنان، ولكن اللبنانية التزموا بالأقفال لأنه هيدا الحل الوحيد لحتى نرجع نخفف من نسبة المصابين بفيروس كورونا ونخفف العبء على المستشفيات وعلى الطواقم الطبية. كورنيش البحري اللي عادة بيكون مليان عالم فاضي. الموت على أبواب المستشفيات صار هاجس اللبنانية، وكرمال هيك التزموا بالأقفال. اليوم جولتنا على المناطق ببيروت كانت خير دليل على هيدا الشيء. يا رب هالأزمة تمرق على خير على كل شعوب العالم وعلى الشعب اللبناني خاصة، هيدا الشعب اللي بحب الحياة والفرح واللي كله قوة. شوفكن على خير.